السلام عليكم احبابي واخوتي واعزائي المشاهدين، مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم فيديو جديد وبغيت نشارك معكم هذا السيجار ديال البريوات ديال صدر الدجاج والكروفيت. كيجيو زوينين وكيعطيونا واحد الكميه كثيره. بالنسبه هادو كيبقى تزين، ديروا اللي بغيتو. انا قليت غير شي شويه حيت حنا غير عدد الاشخاص قلالين بزاف، ودركم غير واحد شويه باش تشاهدوا عن قرب. بسم الله على بركه الله. غادي ندوز دابا معكم المقادير. ناخذ واحد الاناء، وعندي هنايا غير هاد جوج حويجات فقط اللي كيكونوا من لحميين لحميين سمعوا الكروفيت، وعندي صدر الدجاج. الا ما كانش عندكم كروفيت ممكن تعوضوه بسوريمي، ما كاين حتى شي اشكاليه، كيجي حتى هو المذاق ديالو زوين. انا عندي الكروفيت، غندير الكروفيت. مثلا عندي نص كيلو صدر الدجاج، كندير معاه واحد الرابعه د الكروفيت او رابعه وشي شويه. هنا انا راه ما عنديش نص كيلو دجاج كامل، تقريبا عندي واحد 350 هكاك ديال صدر الدجاج مع تقريبا واحد 200 غرام ديال الكروفيت. صافي، حيت الكروفيت كان عندي وقلت نشارك معكم هذه الوصفه. من كنطحنوا هذا الخليط ما نطحنوش بزاف. ندوز المقادير اللي غادي نخدم بهم هذا الصدر ديال الدجاج. عندي الثومه، الحامض مرقد، قزبر ومعدنوس، فرماج حمر، شعريه صينيه. انا نخدم غير مربع واحد، ولا جاني قليل عاد نزيد داك النص، والزبده وطبيعه الحال. وعندي البصله وشامبينيو بيض وشامبينيو كحل وسكنجبير، حتى كنبغي ندير الحشوه عاد كنضيف السكنجبير هو الاخير، حتى كنبغي نصايب البريوات ديالي. خديت واحد الاناء غادي ندير فيه القزبر ومعدنوس، وغادي نصاوب واحد الشرموله كلاسيكيه القديمه بحال اللي كنصايبو الحوت. غادي ندير الحامض اللي مقطع رقيق بزاف، والثومه والتحميره والبزار والسكنجبير. ما كنديرش غير الكمون هو اللي ما كنديروش، وكندير واحد شي شويه ديال الخرقوم، وكنجمعو بواحد شويه الزيت باش هو اللي غادي نبقى نشحر به هاد المقادير اللي عندي كاملين. ناخذ دابا واحد اول هريسه بطبيعه الحال اختياريه اللي كان عندكم الوليدات. هادي راه ما حاراش، فيها واحد شي شويه الحرارة وصافي. وممكن ديروا السودانيه الا بغيتو. انتما ها هي الشرموله ديالنا ديال الحوت اللي كنشرملو بها الحوت. صافي، والشعريه راه انا فزكتها بالماء بارد. ومن الاحسن نخدو الشعريه ديال الرز اللي كتكون النوعيه ديالها مزيانه باش ما تتعجنش. خديت المقله ودرت واحد الكميه عفوا مزيانه ديال البصله، وغادي نضيف عليها الثومه والزبده والزيت. الغايه من هاد الزبده هي كتعطينا واحد المذاق زوين في التشحار، وفي نفس الوقت غادي تفتي لينا داك الصدر ديال الدجاج. هذه هي الغايه من الزبده. اللي ما عندوش ما يديرهاش، يكتفي غير بالزيت، ما كاين حتى شي مشكل، يبقاو اشياء اضافيين ولكن راه كيغيروا من المذاق. صافي، انا خدمت غير بالزيت عاديه، ما استخدمتش الزيت البلديه. ودرت الملح ضروري كنديرها في الاول باش تاخذ لي كتجي بنينه البصله في التشحار. ومازال غادي نضيف داك العطريه. ها هو طحنت الخليط ديال الدجاج كروفيت. صافي، وغادي تدوزوا معايا فوق البوطه. انتما كما كتشاهدوا او حتى تشحر لي البصله تشحرات، وضفت عليها صدر الدجاج والكروفيت. وغادي ندوز دابا باش نضيف هاد الشرموله هادي القياس اللي غادي يناسبني. الا كان مازال خاصكم تزيدوا، وتكون البوطه مجهده باش كيخرج داك الماء اللي في الدجاج وفي الكروفيت، كيخرج منهم واحد الكميه الماء كثير عندك، وتخليو فيهم الماء. غادي تفزق لكم الورقه، شوفوا المنظر ديالها واحد الريحه زوينه. كذلك نفس الطريقه درت الشامبينيون اللي مغسول ومقطع، حتى هو شويه الزبده وشويه البصله. ونفس الطريقه حتى هي غادي نديرها حتى الشعريه باش غتجي من السمالي مزيان. انتما كما كتشاهدوا غادي نشحرهم مزيان، حتى هما غادي ندير فيهم التوابل. وفي الاخر غادي نضيف الشعريه راه ضفت لها واحد شي شويه ديال الهريسه وشحرتهم مزيان، ووليت جمعت الخليط ديالي كامل وشحرته. خصو ما يكونش فيه الماء نهائيا. واحد الريحه كطلع ديال الشرموله زوينه. ها هو الخليط،
كما كتشاهدوا امامكم. صافي، دابا غادي نضيف ليه الصوجه، وعندي هذه ديال هاد الصوص ديال لي زويتر ديال المحار اللي ما عندوش، يكتفي غير بالصوجه فقط. نحل القرعه، ما بغاتش تحل لي، بقات لي معكسه قاصحه. وغادي ندير حتى الصوجه بجوجهم، ندير معلقه واحده ديال الصوص ديال لي زويتر، حتى هو كيعطي واحد النسمه وكتزيد تخرج لنا المذاق ديال الحوت. ما كنبغيش غير نجي ونخوي هكا، حيت كان واحد الخطره جيت خويت وتخوى لي بزاف. هذا صوص الصوجه ضروري ديروا معلقه، ولا خصكم كتزيدوا انتوما، ما تكثروش الحاجه اللي كثرتوا منها راه كتولي غالبه وما كتجيش مزيانه. ديروا غير القياس وغير بالعقل. صافي، وغادي نخلط هذا الخليط كامل وكنبردو. هانتوما كتشوفوا راه مازال سخون، حتى كيبرد شي شويه عاد كنضيف ليه الفرماج محكوك. هانتوما شوفوا الخليط اللون ديالو، يعني راه باين زوين ومقوم بداك اللقامه، كيجي زوين بزاف. دابا غادي نضيف الفرماج الاحمر، واحد الكميه، باش حتى هو كيعطينا واحد المذاق وواحد الليدام ديالو، باش هاد الحشوه تجي زوينه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، راه زوينه بزاف بزاف. شفتوا الخليط كيدير اللون ديالو، حتى كتبرد مزيان عاد غادي نخدم بها. وما تنساوش ضيفوا داك جوج حكيكات هكا، جوج تحكوا شويه ديال شويه السكنجبير، قلت لكم جوج حكيكات، شويه ديال السكنجبير طري، كيعطي واحد النسمه زوينه في الحقيقه الا كان عندكم موجود. انتما انا كنت بديت ديجا، غادي نوريكم غير واحد جوج كيجيو زوينين، وانتما شكلوا كما بغيتوا، يعني شكل البريوات كيبقى لكم كما بغيتوا انتما. وبالنسبه لهذا المقدار ديال هاد الحشوه، هزات لي غير نص كيلو ديال الورقه، ما كاينلاش شريو الورقه وتبقى لكم في الكونجيلاتور. انا ما كنعرفش نخدم بها وهي في الكونجيلاتور، كتعجبني الورقه حتى لاخر لحظه ونجيبها، يعني حتى كتكون عندي كاع الحشوه موجوده وكنخدم، ما كنجي تبقى لي غير الورقه وكنجيبها نخدم فيها في الحال. انتما باش غادي ندخلهم الكونجيلاتور يتجمدوا، راه انا دايره واحد البلاستيك غذائي باش كنفرق بيناتهم باش ما يتلصقوش. صافي، نعاود معكم وحده ساهلين، وما كاين ما سهل من السيجار، راه كلشي كيعرف يصايب تبارك الله على النساء المغرب. تبارك الله، ما شاء الله الوصفات المغربيه رائعه، وكلشي كيحمق على هاد البريوات او بسطيله المغربيه. وكنسد غير بالماء والطحين كما المعتاد، اللي بغى يدير صفر بيضة يديرها، انا ما كنسدش بالبيض، دائما كنفيني بالماء والطحين. ها هو السكنجبير، راه انا حكيته باش نوري لكم، دائما كيكون عندي في الدار باش كتجي واحد النسمه زوينه. صافي دابايا، ومن بعد غادي ندخلهم المجمد ويتجمدوا شي شويه مزيان. غادي ناخذ الطريقه ديال هذه الطريقه اختياريه، الا بغيتوا ديروهم في الطحين وفي البيض وفي الشابلو ماشي مشكل ديرو، ما بغيتوش خليهم غير عاديين. بالنسبه لهذا البيض درت فيه الملحه والثومه يابسه والبزار باش يجينا منسم وزوين، حيت هاد الشابلور عندي غير البيض، او الخبز المحمص عندي داك البيض، يعني وما فيهش المذاق، يجي باسل، ضروري ما نسمت شويه ديال البيض باش يجي بنين. صافي، وها هما عندي مجمدين، خرجتهم باتوا ليله كامله مجمدين في الثلاجه باش كيعاونوني في الخدمه. وهاد الطريقه كتعجبني، من كنجمدهم ونعاد نخدم بهم عاد ندير لهم البيض. صافي، انا غنديرهم اولا في الطحين الفورص هما الاولين، وممكن الا كنتو مزروبين غديريهم في واحد في الخشب البلاستيك الغذائي، وكديروا كلشي في دقه بالطحين وكتحطوا، كتجي الطريقه سهله. انا نوريكم غير هذه، صافي، حيت غادي نصايبو، ماشي غادي نديرهم كاملين، غير نص الكميه والنص غنخليوه عادي. انتما كما كتشاهدوا سهله الطريقه،
ومن بعد عاوتاني كنولي نجمع كلشي في الكونجيلاتور وكندير غير القياس اللي بغيت وصافي. الوقيته اللي بغيت نخدمهم راه كنجبد غير القياس اللي غادي يكفيني. علاش كنقول لكم هاد البريوات راه مزيانين؟ حيت كيخرجوا واحد الكميه مزيانه. صافي وغادي نبقى انا حتى الاخر ونرجع معكم. شتو كيجاو زوينين مجمدين، ما كتفزق لا ورقه، ما كيعذبونا ما والو، كيكونوا مجمدين، كتكون واحد الطريقه الخدمه زوينه وسهله. ودابا غادي نقلي واحد شي شويه. بالنسبه للقلي خص يكون الزيت بارد، الا خرجناهم مجمدين من الثلاجه خص يكون الزيت ضروري ومؤكد يكون بارد والبوطه منقوصه. انتم كما كتشاهدوا من بعد ما قليتهم يعني ما كانش عندي باش نزين، يعني كشي مختراع ديالي، عندي شويه ديال لي طوس ودهنته شويه هذاك راه الجبن مع الطون والربيع وشويه الملح والبزار وزينته بالكركاع. وبالسلامه عليكم، تبقاو على خير.